البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة كشفت عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، بجانب عدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب. وده طبعا خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونس هيراكليون الغارقة بخليج أبو قير بالإسكندرية. طيب، عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الاكتشافات الأثرية معنا الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. يا دكتور صباح الخير يا فندم. استاذ محمد، كل تحية لحضرتك وزملائنا وكل مشاهدين حضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نتكلم مع حضرتك اكتر بتفاصيل عن معبد الالهه افروديت واللي تم اكتشافه. هو انا اللي يهمني بس في هذا الاطار ان احنا عندنا حضرتك عارف ان كل الدنيا بتطلع اثار من تحت الارض، يعني هذا الكشف يؤكد ان هذا البلد فوق الارض هتلاقي اثار، تحت الارض هتلاقي اثار، تحت الميه هتلاقي اثار. تاني معلومه، في بلد تانيه تحت، احنا قلنا في القرن الخامس قبل الميلاد، وبالتالي دي يؤكد ان كان عندنا مدينه قبل انشاء الاسكندر لمدينه الاسكندريه، لان ناس كتير جدا تعتقد ان جوهر الصقل هو اللي بان القاهره، ودي طبعا فكره غلط. القاهره كانت موجوده ولكن جاز هي سميت القاهره. كذلك مدينه هيراكليون اللي هي اسمها سينيوس بالاسم المصري القديم، دي كانت موجوده قبل، لان الاسكندر معروف جه مصر 331 قبل الميلاد، فمعناها في القرن الثالث ودي من القرن الخامس. ثالث حاجه يهمنا ان كان معبد لافروديت، معناه ان كان في يونانيين عايشين في هذا البلد، وكان في نوع من التسامح الديني لانه جنبه لقينا معبد للاله امون، فامون معروف ان هو الاله الرئيسي في الدوله المصريه، ومعنى وجود معبد لافروديت بهذا الزخم دي يبان طول عمر هذه المدينه او طول عمر مصر كوزموبوليتان، دوله بتتقبل كل الناس، كل الديانات، كل المعتقدات، فدي شيء مهم جدا جدا. لقينا كمان ان احنا يؤكد ان احنا نتمنى ان يكون عندنا الحلم بتاعنا زي ما احنا كنا اول دوله في الاثار الغارقه، ان يكون عندنا متحف للاثار الغارقه، لان احنا مميزين بهذا الموضوع وما نقدرش نفصل الموضوع ده. انت حضرتك من اسبوعين ثلاثه احنا في العالمين والناس عماله تحتفل بمهرجان العالمين، لقينا يعني سفينه احد السفن الغارقه، فدي كان مهم جدا ما نقدرش نفصله عن الكشف بتاع تابوريس ماجنا في غرب اسكندريه، البعثه اللي هي المصريه الدومينيكان اللي هي اكتشفت سنه 2021 نفق تحت الميه وممكن يوصلنا لبقاله زي ما ممكن يوصلنا لقبر كليوباترا، وبالتالي هذا الموضوع هذا الزخم يدل ان احنا عندنا مدن كامله وعده مدن في هذا الاطار، ويدل ان مدينه اسكندريه قبل وجود الاسكندريه الحاليه كانت مدينه تجاريه وكانت مدينه مهمه جدا جدا، في معابد يونانيه، في معابد مصريه قديمه، في لقينا كنوز كمان اللي كان من ضمن الموجودات لهم بعض اللقى الاثريه من البرونز من الذهب، بعض الاواني اللي هي للعطور والدهون اللي كانت بتستعمل اثناء عمليات اللي هي الطقوس الدينيه، وبالتالي هذا الكشف يعني دلالاته مهمه جدا جدا، دلالاته الدينيه، دلالاته التجاريه، دلالاته السياسيه، ان هذا البلد طول عمره يعني له اتصال بالعالم الخارجي، ولازم نعرف اولادنا زي ما احنا كنا السنه اللي من اسبوع بنحتفل بمرور 6265 سنه على بدايه الحضاره المصريه واول تقويم، لازم نقول لهم ان الاسكندريه دي يعني كانت مكمل او بنيت على انقاض مدينه قديمه، لان معروف ان الساحل البحر المتوسط فضلت يعني حسبوا كده عدد الزلازل اللي فيه 23 زلزال من القرن الثالث حتى القرن ال 13 عندما هدمت مناره اسكندريه اللي هي احد عجائب الدنيا السبع، فالساحل تتعرض لزلازل، فيعني في يمكن حوالي 30 مدينه امتدادا لاسكندريه بتمتد من البحر او من اسكندريه حتى العالمين ومرسى مطروح، فالساحل المصري كله مليان مدن سواء مدن تجاريه او مدن عسكريه كانت بتحمي يعني الحدود المصريه. طب دكتور قول لنا الاثار اللي اتلقت دي هل تاثرت بشكل او اخر بوجودها في الميه؟ يعني حضرتك بتقول لقينا اثار لعطور واثار لدهون او مواد دهنيه كانت بتستخدم بالاضافه طبعا للتماثيل. بشكرك استاذه منى، لان احنا عندنا الاسبوع اللي فات كان عندنا حدث مهم جدا، يعني ما اعرفش احنا ما ركزناش عليه، في احد المعاهد البحثيه مع اشتراك مع شركه عطور في المانيا وفي الدنمارك خدوا مجرتين كان لقوهم في 1900، كان كارتر اللي اكتشف مقبره توت لقاهم وطلعوا منهم بعض الدهون وطلعوا لنا ما يسمى بعطر الخلود، فنتمنى ان يكون هناك علوم مكمله وتاخد هذه الاشياء وتحاول تعيد احيائها مره اخرى او تعمل ماركتنج. وشفت حضرتك المعرض بتاع توت اللي ان شاء الله هيعرض يعني خلال الايام القادمه في المتحف الكبير وما يسمى بعطر الخلود، فاتواجدت بعض الاشياء في معبد افروديت، بعض الاشياء اللي لها علاقه بالحضاره اليونانيه، لان معروف ان هذه المنطقه كان يسكنها بعض الجنود اليونانيين المرتزقه، كانوا مصر في السنوات الاخيره في العصور المتاخره كان بيستعينوا بعض الجنود اليونانيين، فالجنود دول من حقهم ان يكون لهم
لهم ديانتهم وعبيدهم وتقبل الاخر. فاحنا وجدنا بعض يعني الادوات من السيراميك واللي هو الخزف، بعض يعني الاواني البسيطه اللي هي كانت مستورده من اليونان، بعض ما يسمى بالانفورات اللي كانوا بيحطوا فيها النبيذ وبيحطوا فيها الزيوت. اما في معبد امون، لان احنا وجدنا المعبد افروديت على بعد يعني على غرب معبد امون، اللي معروف ان امون كان من اهم المعابد وكان دايما الملوك لازم كانوا يقلدوا فيه، يعني كانوا ما ياخدوش زي بيقولوا ياخدوا الحصن او ياخدوا زي بيقولوا الصفه ان هو يبقى ملك عالمي في هذا المكان. فتواجدت بعض الاواني اللي كانت بتستعمل اثناء عمليات تنصيب الملوك، بعض الاواني اللي كانت بتستعمل في اثناء الطقوس الدينيه او الجنائزيه من البرونز، لقوا اواني معموله من الذهب، لقوا بعض التماثيل البسيطه. فكل ده ان دل على شيء فبيدل على فكره تقبل الاخر، وان هذه المنطقه طول عمرها قبل الاسكندر وطول عمرها قبل يعني زي ما كان الاسكندر عايز يعمل الحضاره الهنستيه، فالمكان ده كانت موجود، كان موجود في مزج بين الحضارات كلها سواء الشرقيه والغربيه. وبالتالي اتمنى ان احنا نستغل هذا الكشف، نروج لهذا المكان طبعا. نحقق حلمنا ان احنا يبقى عندنا متحف زي ما قلت لحضرتك استاذ محمد، متحف للاثار الغارقه، الناس تنزل تحت، واعتقد ان دي هتبقى تجربه فريده وجديده، وزي ما عملنا المتحف المصري وان شاء الله هيبقى اكبر واهم متحف في العالم. فاعتقد لو عندنا متحف اثار غارقه اعتقد ان هيبقى جاذب، خاصه لو حضرتك نزلت تحت الموضوع لا يقتصر على افروديت او امون، ده احنا عندنا من 1000 يعني سنه 2000، لان احنا هذه المدينه ظلت حوالي 2000 سنه ما حدش عارف عنها حاجه، يتكلموا عليها مجرد فقط في الاسطير، لغايه ما جالنا واحد في فرانك جوديو، الراجل ده كان راجل فرنساوي يا استاذه منى، كان جاي يدور على يعني الاسطول بتاع نابليون بونابرت اللي غرق في معركه ابو كير البحريه، ولكن هو جاي يدور على نابليون، لقى مدينتين موجودين في هذا المكان، ولقى قصر، بقايا قصر كليوباترا، لقى بقايا قصر او معبد لايديس، وبالتالي هذه المنطقه اللي موجوده عند ابو قير واللي موجوده عند قلعة قايتباي هنلاقي فيها يعني مدن كامله. فتخيلي حضرتك لو احنا عملنا متحف تحت الميه وجبنا اليه عملنا جلاس سبوت والناس صحيح، بكل تاكيد يا دكتور مجدي هيكون ليه تاثير جداً. طبعا هيكون ليه تاثير كبير جدا على حركه السياحه، خصوصا كمان لهوات الغطس، الناس اللي بتنزل تحت، فهتستمتع كمان بالاثار الموجوده. شكرا جزيلا دكتور مجدي شاكر، كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار.